ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى كوكيز بقى ممكن تعمليه النهارده، وسر اللون الحلو ده من غير ما نحط السكر البني خالص، تمام؟ بمكون جديد جدا جدا بالنسبه لكم. عايزه اوريكم الكوكيز بتاعتنا عامله ازاي. شايفين؟ بصوا، شايفين مستويه ومتماسكه معايا ازاي؟ شايفين؟ ومن جوه طريه وجميله ودايبه دوب، تمام؟ وفيها قرمشه بقى هتعجبكم قوي قوي من جوه. السر النهارده بتاع الفيديو هتعرفوه كل حاجه. يلا بقى بالله عليكم بقى، اللي ما حطش لايك يحط لايك للفيديو، عشان الفيديو يستحق النهارده المشاهده بجد، علشان ولادنا كلهم بيحبوا احلى بسكوت، والبسكوت الكوكيز ده بيحبوه جدا جدا، وهنعمله في البيت بمقادير كلها موجوده في البيت. يلا بينا بقى، النهارده هنعمل كوكيز فاخر من الاخر. النهارده هنعمل احلى كوكيز ممكن تعمليه في حياتك كلها بمقادير سهله جدا والطعم حكايه. تعالوا بقى نقول كده مع بعض المقادير. معايا كوبايه وربع من الدقيق، تمام؟ ويكون دقيق اللي هو الكيك والبسكوتات والحاجات الحلوه دي. الجلوت بتاعه او النسبه يعني ما بيبقاش دقيق بتاع عجن، تمام؟ علشان ما يعملش معايا عرق. معايا كوبايه من السكر، تمام؟ معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، معايا ربع معلقه من الملح، بتفرق معانا في الطعم بيبقى مظبوط جدا. معايا معلقه كبيره من النشا مليانه على الاخر هرم، معايا بيضه بدرجه حراره الغرفه، معايا كمان فانيليا عشان البيض، طبعا بيض يعني فانيليا. معايا ربع معلقه صغيره من الفانيليا، معايا نص كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، ومستعمله زبده جنه، تمام؟ استعملت زبده جنه. ده بقى الاختراع يا كوتش، ده ما حدش عمله قبل كده، انا بس اللي بعمله. ده بقى بديل السكر اللي هو البني، تمام؟ وبديل الناس ما بتحبش طعم العسل الاسود. طيب ده ايه بقى؟ ده 3 معالق كبار من اللبن البودره، ومحمصاه على النار، ومديني التيست ده، هيديني اللون وهيديني طعم حلو جدا وقيمه غذائيه عاليه كمان. يبقى معانا هنا اهو اللي هيديني اللون بتاع الكوكيز الحلو، دول 3 معالق من اللبن البودره كامل الدسم متحمص على النار، على نار هاديه. معانا كمان للحشوه معايا شوكولاته خام، تمام؟ مكسراها كده، لو عندك شوكولاته شيبس تمام، انا ما عنديش، فمكسره كده شويه شوكولاته قد ايه؟ 150 جرام. معايا كمان اللي بيليق على الشوكولاته البندق، عشان تبقى شوكولاته بالبندق بقى. ده بقى الشغل بقى العالي، دول 50 جرام من البندق مجروش مجروش كده، عشان وانت بتاكلي تحسي بالقرمشه. ممكن نستبدله بوزداني لو ما عندناش، ممكن ما نحطش خالص، ممكن نحط عين جمل، اي مكسرات عندنا، او ما نحطش خالص، مفيش مشكله. ده بس اللي يعني التاتش بتاع جيجي. يلا بقى نشتغل كده اهو. اول حاجه هنشتغل مع بعض، هفضي الزبده مع السكر في هنا اهو، تمام؟ وهخليهم يبقوا كريمي، ونرجع مع بعض تاني. بعد لما عملت الزبده مع السكر اهي، تمام؟ مش لازم تبقى كريمي خالص، يعني عايزه تعمليها بالمضرب الكهرباء اعملي، عايزه تعمليها بايدي كان عملتها بايدي، تمام؟ كده كده مش هتفرق في الكوكيز، مش هتفرق، تمام؟ لان الكوكيز انا مش عايزاه زي البسكوت ناشف، فمش عايزه له هوا، فمش هتفرق معايا يعني. هنحط بقى دلوقتي ايه بعد ما حطينا السكر على الزبده؟ هنحط البيضايه بالشكل ده، وهنحط طبعا طالما حطينا البيضه هنحط الفانيليا عشان تضيع زفاره ريحه البيض. هحط ايه كمان؟ هحط معايا الثلاث معالق الكبار بتوع اللبن البودره هنا، تمام؟ وهقلب بقى المكونات دي كده كلها، ادخلها مع بعض وارجع لكم تاني. بصوا انا هعجنها كده قدامكم اهي بايدي، انا كده كده لابسه الجلافز اهي، تمام؟ اهو عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا من اضافه اللبن البودره دي، هايله، تمام؟ اهي بالشكل ده. احنا ممكن نضيف لها ربع كوبايه لبن، تمام؟ بس هي عشان الزبده لسه ما صحتش كمان. هنضيف بقى دلوقتي الدقيق اهو، زي ما قلت لكم كوبايه وربع. طالما ضفنا دقيق هنحط معلقه النشا عشان تبقى طريه كده وحلوه. ناس كتير بتفتكر ان النشا بتنشف، لا، النشا بتطري. والملح مش عايزه انساه، والبيكنج باودر اهم حاجه علشان تبقى هشه مش معجنه معايا. هنقلب بقى الكلام ده كله كده اهو مع بعضه، تمام؟ لحد ما تبقى معايا عجينه حلوه. ولو حسيت ان هي عايزه ناشفه في ايدي احط لها شويه لبن صغيرين زي ما قلت لكم، تمام؟ في التلزيقه دي كده اهو انا حطيت له معلقتين اتنين حليب. طيب هنزل بقى بالشوكولاته بتاعتي بالشكل ده،
تمام، وهنزل بالمكسرات اهي جواه بقى كده اهو، وهنقلب كل ده كده اهو مع بعضه، هنبتدي نشكله وهوريكم بقى هنعمله ازاي. هو اصلا بيتعمل بشكل عشوائي اهو، احلى كوكيز هتاكليه في حياتك، تحفه مش هتبطلي تعمليه. شايفين اللون من اللبن البودره بقى عامل ازاي، والريحه جميله 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 في منتهى الجمال. جبت صاج اهو معايا، تمام، حطيت عليه ورقه زبده. الكوكيز لازم ورقه زبده عشان ما يلزقش معاكي اهو بالشكل ده. دلوقتي انا ولعت الفرن على درجه حراره 180، البسكوتات ما بتتحملش. هنعمل بقى كده اهو كل واحده، تمام، على قد مثلا البيضه او اصغر من البيضه شويه، وهنكورها. بصي لو هي ما لمتش كده معاكي حطي لها رشه دقيق عشان تلم معاكي، يعني ما تخليهاش سايحه في ايديكي اهو بالشكل ده. انا بحاول على قد ما اقدر اهي. وبعد كده هاجي عند الصاج اهو، وهبتدي احط كده اهو، بس نسيب مسافات كده عشان هي هتفرش، انا مش هبططها، هي هتفرش معايا. فهعمل كده اهو تاني بالشكل ده، تمام، بالشكل ده كده. بصي بعملها كده اهو اهي، واحط كده، خلي ما بينهم مسافات. عايزه اقول لكم ان الكوكيز من الحاجات اللي ممكن نفرزها في الفريزر. نفرزها ازاي يا جيجي؟ بصي ممكن تاخديها كده بعد ما اتعملت كده اهو، وتدخلي الصاج ده جوه الفريزر ويتجمد، ولما يتجمد اعملي حطيه جوه اكياس، يبقى بعيد عن بعض، مش هيلزق في بعض، وهيكون كل واحده بعيد عن الثانيه خالص، مش هيبقوا ملزقين في بعض، ونقدر ان احنا نطلعه ونخبزه وهو متلج، مفيش مشكله خالص، ويبقى طالع سخن. بصي بقى انا كنت مخليه شويه شوكولاته، لو انت عايزه تزودي شوكولاته او حاجة من فوق الوش كده اهو مفيش مشكلة خالص، مش عايزة هي كده كده جواها شوكولاتة مفيش مشكلة خالص. خلص الكمية وهندخلها الفرن، واول ما تطلع هوريكم النتيجة عاملة ازاي، واستنوني بقى. شكل الكوكيز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بالشكل الجميل ده، طبعا المفروض ان احنا نحطه في حاجة بغطا علشان يفضل من جوه كده طري، ما ينشفش معاكي قوي. الطريقه التسويه بتاعته اهو ما خدش وقت خالص في الفرن، وشايفين الشوكولاته ما اتحرقتش ولا اي حاجه. دي الوان في ايدي، كنت بعمل انا حاجه تانية كده، وكنت بلون كريم جونتي وكده، فالالوان بهتت على ايدي. بصوا شايفين عامل ازاي، بصوا يا جماعه شايفين حاجه كده بالف هنا وشفاء، هيعجبكم جدا، دايب دوب في البق، حاجه كده احلى من الخيال بجد، يعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى بقى اللي ما حطش لايك في اول الفيديو يحط لايك تاني، واكون كده عند حسن ظنكم النهارده، واكون ابهرتكم. واستنوا لسه عندي مفاجآت كتير 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 كتير، هنعمل بسكوتات وهنعمل حلويات كتير قوي قوي علشان الشتاء، وعشان كمان عيد اخواتنا الاقباط، تمام. واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامة.